لازم نبلش بسرعة بعلاج الأدوية الفوري. بدنا نمنع اضطرابات نبضات القلب اللي ممكن تتشكل عندك. أكتر جانب بيخوف باعتلال عضلة القلب خطر الموت المفاجئ. مشان ما نوقع بهذا الموقف لازم نحط جهاز صهر كهربائي آلي لقلبك. بس مع الأسف قناعة كل زملائنا بالمهنة نفس الشيء. نحن لازم ننهي الحمل كله. سمعت عن الشغلات اللي ممكن تصير، وشكراً قلب أصلاً ما ترك الدكتور يعتب علينا. اجيت لهون مشان اسمع شغلي، كيف ممكن اني اجيب هالطفل؟ ماني طبيبة نسائية، بس كدكتورة قلبية لا تعملي هيك، لا بحالك ولا بعيلتك ولا حتى بالطفل اللي حابة تولدي. داريا خانم، نحن عم ناخد نصايحك بعين الاعتبار، بس نحن مو بالنفسية اللي بتخلينا نتخذ القرار هلا، مو هيك؟ مو هيك قلب أصلاً، مو هيك، ونفسيتنا كتير منيحة. اجينا نخبر حضرتك القرار اللي أخدناه، وحابين ناخد نصايح لنعرف كيف منقدر سوا نحقق هالقرار الصعب. عم تقولي نفسيتك منيحة، بس أنا في عندي علم ببنتك. وبعرف إنه في عندك ولد تاني. أنا لو كنت إنك تكوني مكاني هالشي مانو سهل. بس إذا بدك فيكي تتعاطفي معي، هذا الطفل مستقبل عيلتي، هذا الطفل الشي الوحيد اللي بيخليني أتمسك بالحياة. انتي عم تحكي لي شو لازم اعمل لحتى اعيش، وشو لازم اعمل لاطلع من الخطر. عم تقلي لي انه ما معي كتير وقت، مزبوط، وضروري اتخلى عن هالطفل مشان طول عمري شوي وعيش لي كم يوم. هالشي بيتعب قلبي بزياده، وصدقيني ما بقدر أعيش قد ما عم تفكري. بما أنك قلتي اتعاطف معك، وأنا لو مكانك بحب أعمل الشي اللي عم تعمله. بحب جيب طفلي عالدنيا وبدي أعيش. بس يا ترى حضرتك قديش قوية؟ وقديش رح تبقي قوية هالشي ما بعرفه، بس اللي عم شوفه قديش انتي مصرة. كلنا لازم يكون عنا القوة الكافية عشان نقدر نحقق طلبك، انتي وانا وكلياتهم.